مش ب 600 متر. هوري لك خريطة إذا كنت عاوز حضرتك. المراجعة متعددة وممكن أجزاء منه. وبعدين لا لا لا, لا. أنا بتكلم على الكونتور. يعني الهايست كونتور اللي هو موجود على الأرتوستينس دهوت على عمق 1000 متر. فأنا ما أعرفش في الأحياء البحرية اللي موجودة في صور للأحياء البحرية صح أحياء يعني بتعيش بعيد عن الاكسجين اللي دايب في الماء. يا ريت نشوف الصوره اللي بعدها كمان بتاعت نوتريس. لا صوره في صوره كمان ممكن يا جماعه نشوف الصوره الثانيه. لا كمان بعده نرجع كمان واحده بعده كمان كمان دي كمان واحده لو سمحتوا. ايوه الموقع حاطط صور كتير لرحلة نوتيلس في المنطقة. والغواصات بتاعتها. الغواصات بتاعتها مسحت الساحل من الساحل الجنوبي لأبروس نزولا حتى وصلت إلى هذه الصورة. الصورة هنا مكتوب مختوم عليها نوتيلس لايف. رقم الصورة 9 أغسطس 2010 نايل بانكس ضفاف النيل. انا ما يهمنيش بقى بعد كده يعني انا اللي همني في وقتها مش انها بترول. انا اللي همني ان دي ضفاف النيل واللي عملتها كانت مصلحة المسح الجيولوجي الاسرائيلي. وتحت الصور ديت موجود شكر ل 15 هيئة من تركيا وأبروس تركيا وأبروس وبريطانيا وامريكا واسرائيل وكذا 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 ولا شكر منهم لاي هيئة مصريه. يعني لم يتم التعاون مع مصر او ايا من الهيئات المصريه في هذا البحث. تخلي الصوره عشان ليها تعليق عليها. خليه يرجع تاني. يا ريت نرجع الصوره يا جماعه تاني اهي. اوكي الصوره دي انا دي ثالث مره اشوفها النهارده وشفتها امبارح في برنامج لزميل لحضرتك في قناه تانيه. كنت مستاء جدا مستاء جدا. وقبل كده اتعملت برضه برنامج مع الدكتور. يعني انا عاوز افهم بالعقل ازاي غواصه تخش من بغاز دمياط ومحدش يشوفها. هيئه العمليات بتاعت القوات المسلحه دي لما كنا بنمشي في حته غير اللي بيقولوا لنا عليها دبه النمله بيعرفوها. غواصه تخش في مجرى فرع دمياط وتخش والزميل بتاع حضرتك بيقول بتصور ضفاف النيل. يعني ايه ضفاف النيل؟ نايل بانكس. انا عندي شك انا عندي شك ان الكلمه دي محطوطه بالغلط. ايه نايل بانكس؟ تقدر حضرتك تروح للموقع نفسه لغايه دلوقتي لا انا ما اعرفش الحاجه. انا بقول هي موجوده فانا على الموقع بقول لحضرتك غواصه تخش في بغاز دمياط. بغاز دمياط على فكره على بعد 5 كيلو جنوب مصب دمياط. حضرتك عارف كده. بقول لحضرتك دبة النملة في البحر في الصحراء في الجبل. هيئة العمليات بتكون عندها علم مسبق بيه. هي بالتأكيد ده مدعاة للتساؤل يعني. خلينا نرجع تاني بس عشان نكمل الغرض الأساسي. احنا عايزين نوصل نطمن على حدودنا الاقتصادية وعايزين نطمن على حقوقنا في إطار وفي نطاق حدودنا الاقتصادية. بعد كده وصلنا لإيه دكتور؟ أنا عايز أقول حاجة. أنا هكون سعيد جدا والله. أنا أنا اللي ألمني في الموضوع ده كله إنه بالظبط زي ما حضرتك بتقول إن الواحد يحب دايما يكون يشوف بلده في كل حقوقها مصانة في كل الأوقات. بالتأكيد. بس فده يعني صورة يعني تحزن أي مصري. أنا ما أحزن لو هي لو هي صحيحة. أنا هقول لحضرتك على حاجة. في حاجة ما جربناش. ما يمكن واخدين إذن من هيئة العمليات. وهي مش اسرائيلي دي حاجه عالميه انترناشونال يعني. الاسرائيليين مساهمين فيها يمكن واخدين اذن من هيئه العمليات. اللي قام بعمليه المسح هذه كانت مصلحه المساحه الاسرائيليه. يعني كانوا مأجرين السفينه بتعمل لحسابهم وهذا الموفق في حتى في ملف السفينه. اعتقد ان هي في الاساس اليو اس جي اس المساحه الجيولوجيه الامريكيه. لا هذه السفينه ملك وودز هول انستيتيوت يعني من ضمن الانستيتيوشنز العلميه. تابع للام اي تي اللي انا متخرج منها. فانا عارف كويس ملهاش علاقه خالص انما هم اشتغلوها. طب ده ينبهنا ليه او يوصلنا لايه؟ يعني في النهايه احنا عايزين نطمن احنا حقوقنا فيه. بالظبط. انا اللي انا خدته من الموضوع ده كله ان في اهتمام اسرائيلي بهذه المنطقه. ده فقط لا ده اللي انا خدته منه.
تمام. بعدها مباشرة ابتديت أبص لقيت إن في 2000 في 2009 ابتدى اكتشاف حقل تمار، حقل صغير نسبيا تتنازعه لبنان وإسرائيل، إسرائيل اكتشفته. وبعدها في 2010 في 2010 ابتدى ظهرت إسرائيل اكتشفت حقل ليفايثن، وفي 2011 نفس الشركة الإسرائيلية أو شركة نوبل أو شمعدان إنرجي اكتشفت حقل تاني على بعد 2 كيلومتر. لا أنا عايز أفهم الموضوع من الأول. يعني أنت نقلتني لشركة اسمها نوبل إنرجي، أيوه، وتقولي كان اسمها شمعدان، فيعني بداية الحركة كانت إزاي؟ ابتدوا التنقيب أنا إزاي؟ أنا ابتديت لقيت الأخبار إن في خبر إن اكتشف، إحنا معنا برضو المنطقة بشكل عام، حقل ضخم اسمه ليفايثن، وقالوا انه هيتراوح دخل السنوي موجود من لاسرائيل منه هيتراوح من 9 الى 10 مليار دولار سنويا. وبعدين بعدها ده في 2010 و2011 ظهر حقل افروديت ده جنبه على طول، جنبه على بعد 2 كيلومتر منه، والحقل دوت لأبروس. فانا ابتديت كمصري اول شيء بسال فيه المنطقه دي، ابتديت ابص عليها، ابتديت اشوف ايه احداثياتها، هي بتاعت مين، هي بتاعت مين. لقيت انه موجود دونا عن كل اماكن البحار في العالم، جوجل محجوب، هي كاتبة انه طلب منها حجب الصور التفصيلية لهذه المنطقة من البحر. يعني ما انا بتسائل يعني ايه حجبها. جوجل بتتيح لكل دولة في العالم انها تحدد مناطق استراتيجية ذات اهمية استراتيجية، وتطلب من جوجل حجب الاحداث الصور المفصله دي. بص حضرتك، دي خريطه جوجل. ايوه انا مطلعها اول امبارح. ايوه لو دخلت على جوجل، لو تنزل على مستوى تفاصيل اقل من نص كيلو او نص ميل، هتلاقي ان مفيش صور خالص للبحر لشرق البحر المتوسط. يعني ايه نص ميل؟ لا تعمل زوم، تنزل عشان تشوف. وانا عاوز انزل زوم ليه؟ في اي مكان في العالم موجوده، في أي مكان في العالم تاني، في أي بحار العالم موجودة. أنا شفت كل التفاصيل هنا في الساحل وفي البحر اللي أنا عاوزها. التفاصيل التفاصيل أنا هقول لحضرتك على حاجة. يعني هنا حضرتك خلوا لنا الخريطة يا جماعة هنا على طول. أيوه الخريطة دي أقول لحضرتك عبر بيه، هي مش معمولة من في إسرائيل، دي شركة عالمية بتاعت زي ما تقول حضرتك إيه، اللي هي بيسموها سكاوتينج أو استطلاع الجيولوجية والبحثية في العالم كله. أي خريطة تطلبها بيشتراها، بتطلبها تمام. وكان لازم لما أجيب الخريطة دي منهم لازم أراجع عليها هل هي دقيقة بما فيه الكفاية ولا لا، من مراجع عندنا احنا في مصر هنا. أنا الحمد لله لقيتها دقيقة بما فيه الكفاية، وانا الحمد لله من زي ما بيقولوا في امريكا ميزوري، انا ما بصدقش غير ان اشوف بنفسي حقل البير بترول نفسه اللي بينتج، فطول ما انا مش شايفه يبقى مضروب. يا دكتور استنى، اوكي حضرتك هنا لو تشوف في مواقع ابار جديده جدت على الخريطه دي، مواقع الابار دي بجيبها من موقع اسرائيلي لا يحجب، اسرائيل مصر اي مجبر على ان هو يعمل حاجه اسمها نوتس تو مارينر للسيفتي بتاعت النافيجيشن. يدي الاحداثيات الصحيحه تماما بالظبط، تقول الدريلنج براس بتاع بيتحرك من الاحداثيات دي للاحداثيات دي. بعرف مكان البير دي. طبعا هستاذنكم، معانا مداخله تليفونيه، معانا الدكتور حسين محمد حسين، هو مسؤول عن شركه او ان بي النمساويه فرع الاستكشاف في مصر. مساء الخير دكتور حسين. دكتور حسين مساء الخير. مساء النور يا فندم. رأي سعادتك ايه في اللي احنا بنتكلم فيه لغايه دلوقتي؟ هل لك يعني ان تطلعنا على بعض التفاصيل لو كان عندك معلومه اضافيه؟ اولا تحياتي للضيوف الاعزاء وبالاخص استاذنا الكبير الاستاذ احمد عبد الحليم. يا ريت تعطي التلفزيون بعد اذن حضرتك يا دكتور حسين عندك. اوكي اوكي يعني بدايه القول طبعا
بالنسبه للدكتور نايل، مع طبعا احترامنا ليه كلنا وتقديره كعالم جليل او متخصص في الاتصالات، فكل اللي بيقراه لا يمكن انه ينطبق على الحقيقه العلميه اللي احنا ندرسها بقالنا 40-45 سنه. تعليق بسيط على الغواصه الاسرائيليه او واتيفر الجنسيه بتاعتها ايه، بتعمل ابحاث استحاله تعمل ابحاث سيزميه وهي تحت، دي طبعا يعني لا يمكن. لكن اللي ممكن تعمله حاجه اسمها دارت كول، بتاخد عينات صخريه من الارض بتدرسها لعديد من العوامل، ممكن يدرس احياء مائيه، ممكن يدرسوا اي هيدروكاربون موجود على السطح، ممكن ممكن ممكن. وبعد كده لو هيتعمل منصات بترول لازم في دراسه على السويل او على قاع البحر اللي هم بياخدوا منه الدارت كورد دي، علشان بعد كده يحطوا المنصات او الاسفل. يعني من الممكن ان تستعمل هذه الابحاث لبيان نوعية التربة هيركبوا عليها الحفارات ازاي، وانا عارفين ان في انواع جديدة من الحفارات بتبقى راسية على قاع البحر. بالضبط. اوكي، يعني ممكن كان لها عامل مساعد. وعلى فكرة الدكتور نايل ما قالش ان هي الغواصة اللي بتعمل بحثيزم، بس هي المنظومة الغواصات مع السفينة ناتلس هي اللي كانت بتساهم في هذا. تفضل يا فندم. بالإضافة إلى هذا إنها تابعة زي ما الدكتور نايل قال، معرفش هي تابعة لإيه، لكن بعد كده المساحة الجيولوجية الأمريكية طلعت ريبورت بتقدم كمية الريزيرز أو الغازات الموجودة والتي ستكتشف في النايل دلتا أو في دلتا النيل، تتراوح ما بين 220 ل 223 تريليون جاز او تريليون كوبك فيت جاز. فدي ده في حدود دلتا نهر النيل، دي في حدود دلتا نهر النيل. لم يتم التطرق الى ما هو موجود في البحر المتوسط او في شرق البحر المتوسط. لا، ده بعيد ما شرق المتوسط. شرق البحر المتوسط دي منظومه ثانيه. وبعدين كل الميجور كامبانيز اللي هم الشركات الكبيره اللي في العالم، زي مش عايز اسمي اسامي، هم سته كبار او سبعه ثمانيه كبار، عاملين كونسورتيوم بالاضافه لكل الشركات الموجوده في المنطقه عشان دراسه واستخراج هذه الكميات الهائله من الغاز. طب حضرتك برضو انت يعني متداخل في هذا الموضوع، كان في اكتشافات قامت بها شركه اعتقد شيل لو ما خانتنيش الذاكره، اعلنت عليها في 2003. اعلنت ان هي حفرت على هذا العمق الكبير وطلعت يعني عندها من النتائج ما يبشر بثوره في عالم الاكتشافات في الغاز، صح؟ دي حقيقه فعلا، وبالحقيقه موجوده فعلا، وبالارقام صرفوا اكثر من 250 مليون دولار على المنطقه، واوريدي حفروا خمس ابار